استمرارا للشراكة الاستراتيجية بين كل من صندوق العمل تمكين وبنك البحرين للتنمية وتعزيزا للأهداف المشتركة، وقع الطرفان اتفاقية تفضي إلى زيادة حجم محفظة برنامج تمويل بإضافة أكثر من 21 مليون دينار بحريني، ليصل المبلغ الإجمالي للمحفظة إلى أكثر من 240 مليون دينار بحريني، وذلك تبعا للاتفاقية المنعقدة بين الطرفين، وهي تقديم تسهيلات تمويلية إسلامية لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وجاءت تلك الزيادة كنتيجة تلقائية للتزايد المضطرد في حجم الطلبات والإقبال الكبير الذي شهده هذا البرنامج، حيث يسعى الطرفان لتلبية الاحتياجات الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص بإضافة المزيد من أساليب الدعم الشاملة لرواد الأعمال البحرينيين، سعيا لتحقيق الاستيعاب الكامل لرغبات جميع أفراد المجتمع دون استثناء، وذلك لوجود حاجة ماسة إلى ثقافة جديدة وهي ثقافة الاعتماد على الذات ووجود روح المبادرة. ووصول حجم التمويل الذي تم صرفه بالتعاون بين تمكين وبنك التنمية منذ طرح هذا البرنامج في عام 2008 حتى نهاية فبراير 2017 إلى أكثر من 200 مليون دينار بحريني وما يقارب 6000 تمويل، إنما يبرهن بوضوح على فعالية هذا البرنامج وأهمية استمرارية العمل المتواصل على تطويره بما يلبي مختلف التطلعات المنشودة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة عائشة البلوشي، مدير المشاريع الخارجية في تمكين. مساء الخير أستاذة عائشة. مساء النور أخوي علي. بداية لو تطلعين على حجم الشراكة بينكم كصندوق العمل وبنك البحرين للتنمية ونتائج هذا التعاون سواء كان السابق والمستمر حاليا وانعكاسه على المستفيدين. يا هلا. طبعا يعتبر بنك التنمية شريك استراتيجي تربطنا علاقة عملية وطيدة ومثمرة، طبعا هاي لا شك نتيجة لوحدة الأهداف والتوجهات. فاحنا بدأنا بمحفظة تمويلية وقدرها 10 مليون دينار بحريني في سنة 2008، وصل حاليا حجم المحفظة إلى أكثر من 240 مليون دينار. من خلال هذه المحفظة قدرنا نقدم تسهيلات تمويلية ميسرة بتكلفة منخفضة إلى ما يقارب تقريبا 6000 مؤسسة. وتقوم تمكين بدعم 50% من الأرباح المترتبة على العملية التمويلية، وإحنا دائما نطمح إلى زيادة المحفظة بشكل مستمر. وهذه بسبب إقبال متزايد عليها، طبعا دورها البارز في مساعدة المؤسسات على النمو والتطور والاستدامة. نعم أستاذ عائشة، يعني تمكين كمؤسسة مطلعة في دعم ورفد سوق العمل البحريني، يعني لو نتعرف أكثر على أبرز خططكم في مجال المشاريع الخارجية. نعم، احنا طبعا في وحدة المشاريع الخارجية دائما نعمل على استقطاب ودعم المشاريع اللي تتماشى مع أهداف تمكين واللي تتمثل في زيادة كفاءة الأفراد ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص لجعلها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، طبعا تماشيا مع رؤية 2030. وبرامجنا تشمل جميع الفئات من الأفراد والمشاريع والمؤسسات الناشئة إلى المشاريع والمؤسسات المتقدمة وفي طور التوسع. وفي هذا الصدد حبيت أذكر أن احنا نعمل حاليا على زيادة عدد البنوك المشاركة في محفظتنا التمويلية. نعم. طبعا هاي للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين وتغطية جميع القطاعات. نعم أستاذة عائشة البلوشي، مدير المشاريع الخارجية في تمكين، شكرا جزيلا لك.